أهلا وسهلا بكم في هذا المؤتمر أو في هذه الندوات التي تعقدها هذه المؤسسة، مؤسسة فجر الأمل الخيرية. يطيب لي في بداية هذه الكلمة القصيرة أن أنقل إليكم تحيات معالي وزير الأوقاف والإرشاد الدكتور أحمد بن عطية، الذي حرص على أن أحضر هذا المؤتمر، وحرص أن أبلغكم سلامه وتحياته. هذا الرجل ما رأيت منه إلا كل خير، رأيت منه رجولة، رأيت منه اهتماما. ربما كل نجاح لمكتب الأوقاف كان صغيرا أو كبيرا يحسب في البداية والنهاية لهذا الرجل. نسأل الله أن يكتبها في ميزان حسناته. إخواني، سعيد جدا بمثل هذه الاجتماعات وبمثل هذه اللقاءات، خاصة وأنها مع خيرة من نعتقد أنهم خيرة أهل الأرض، مع ورثة الأنبياء. لن أطيل في كلمتي، ولكني سأتحدث عن أمرين: من أنتم وما المرجو منكم؟ أنتم أولا ورثة الأنبياء، تركة ثقيلة عليكم، كل فعل منسوب إلى الإسلام، كل فعل تقومون به منسوب إلى الإسلام، وكل خلق منسوب إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنتم أرباب كلمة الإسلام، من تقفون على المنابر تتحدثون باسم الله سبحانه وتعالى، تتحدثون وتأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. أنتم من يفترض بهم أن يكونوا هم القدوة. أنتم رغم كثرة وسائل الإعلام بقيتم الركن الأقوى، ومن يخاف منه ومن يؤمل منه، يؤمل منكم الكثير. كثرت وسائل التواصل الاجتماعي، ومع ذلك يأتي الناس إليكم، لا تذهبون إلى أحد، تعبدا لله سبحانه وتعالى. يوم الجمعة يأتون إليكم يتعبدون إلى الله، فكان الأولى والأجدر بكم أن تتعبدوا بالحديث إليهم، وتستحضروا الله سبحانه وتعالى بخطابكم. لا نحرم عليكم التحزب ولا أن تنضموا لجماعات، هذا أمر كفيله الدستور، ولكن نقول لكم: إذا دخلتم المسجد فاخلعوا عنكم لباس الحزبية ولباس التجمعات، وصيروا للناس سواسية، واجعلوا الله سبحانه وتعالى أمامكم، وراقبوه في أفعالكم، فإن أفعالكم محسوبة عليكم. ما ينتظر منكم إخوتي، ينتظر منكم أن تكونوا موحدين كما كان رسولكم صلى الله عليه وسلم. بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم وحده في مجتمع جاهلي، أتى فصبر. كلكم لابد أن يجد من الشدة، فما كانت فمن أراد من الدنيا أن تكون نعيما فإنما يحلم. النعيم لا يكون إلا في الآخرة، الدنيا دار كبد ودار كمد ودار صبر ودار احتساب عند الله سبحانه وتعالى. ينتظر منكم أن تكونوا للناس سواسية، ينتظر منكم أن توحدوا الصف لا أن تفرقوه، وهذه أمانة في أعناقكم. الله سبحانه وتعالى يقول: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أفيعقل أن يكون دين محمد رحمة لغير المسلمين ويكون شقاء على المسلمين؟ يعني إذا كنا نعذر غيرنا من اليهود والنصارى، وقد ذكرهم الله في كتابه وأراد منا أن نودهم لمن لم يحاربنا، وعندما نختلف بيننا نحن المسلمين، نرى من العلماء من يصعد على المنابر فيسب ويلعن ويشتم،
ما أعتقد أن هذا ما أراده الله سبحانه وتعالى وما أراده رسول الله. رسول الله أرادنا أن نقرب وأن نغفر ونصفح وأن نبحث عن أوجه الاقتراب لا أن نبحث عن أوجه الخلاف. وأخيرا، لستم نشرة أخبار. كثير منا لا يجد موضوعا ليتحدث عنه، فإذا به يصعد على المنبر وإذا بي أسمع ما سمعت في نشرة الأخبار، منها الحقيقي ومنها الصادق ومنها الكاذب. نريد منكم أن تبحثوا عن مواضيع لتخدموا بها المجتمع، أن تصلحوا بقدر ما تستطيعوا. واعلم الكلمة، أنا عندما أجلس أنا وأستمع إليك أستمع إليك بتصديق، فأنت القدوة، فلا تأخذ حديثك ومعلوماتك إلا من مصادر موثوقة، وليس كل ما يسمع يقال. قدر ما تستطيع يا جماعة، نحن في وضع شديد، وضع على المحك، وأعتقد لعلها من نعم الله سبحانه وتعالى على مكتب الأوقاف والإرشاد أن أحيل ملف الأوقاف والإرشاد إلى رجل رأينا فيه الخير، والدكتور عبد الحكيم عون. جلسنا معه فوجدنا فيه انفتاحا عقليا نظيفة جدا وممتازة، ونبشركم بأمور إن شاء الله في الأيام القادمة مع هذا الرجل، ستتحسن أمور الأوقاف كثير إن شاء الله، ونسأل الله لنا ولكم العون والثبات. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.